شنو عندك المريض زوز حوينت الطبيب نقص شنو جابك المريض تاكسي الطبيب أقصد لماذا أتيت إلى الطبيب المريض لأن الطبيب لا يستطيع أن يأتي إلى منزلي الطبيب عندك حاجة مقلقتك المريض بالعكس أنا والحاجة لباس وتسلم عليك قالك الطبيب توي بيع في النعناع في زامبيا قالك تلا مسكين خطفوا طفلة ووقفوا تاكسي أربعة مسكين يا رب وقفوا خطفوا طفلة ووقفوا تاكسي قال من الركب كان أربعة ركبوا هم وخلوا الطفل البرع مرة ولي الضاع يا أخي عائلته هبت تصويرته في الفيسبوك بعد ساعتين جابوه للدار المشكلة اللي طفل ما نجمش مش يقرأ بقات تصويرته في الفيسبوك اللي يشوفه يرجعوا للدار واحد جات بعدها أحمده قال لها قداش باش تقعد بحذانا قتلوا حتى لين تفدوا مني قلت شبيك مزروبة تاخد تشرب حوا واحدة تعرفت على واحد بخيل برشا 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 قتلوا أعطيني نمروك قالها بدينا بالطلبة من الأول أي واحد حرق لإيطاليا كوصل القيم مسابقة أي شارك فيها كربح حلقة رحلة إلى تونس سعدوا مكبوب من أولها زوز متكيفين مشاو للبحر واحد فيهم غرق وهو يبقبق وصاحبه شد عصا يضرب في الماء ويقول له سيب صاحبي سيب صاحبي لأنه غلط معاك حلو حلو يا سعد ركوب دعا سيدي الزوج وينه باكل قهوة الزوجة انتم الرجال راك ما تلقوا شيء باكل قهوة موجود في البلاكار بحذا الدواء في حقة الشامية الفارغة ومكتوب عليها ملح برب تسير لك هذي ولا تسير لي تسير لك مزروف حسيت تخديم هوية الطفل روح من القراية دخل يعاون في أمه في الكوجينة أعطاته كعبات بريك وقتلوا لفهم باش نعملوا بيهم بريك السوابع بدأ الطفل يلف 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 خزرت له أمه وقتلوا والله يعطيك الصحة تعرف تلف حتى خير من أخواتك البنات أما عايش ولدي من غير ما تلحسهم بلسانك في الأخر أي أمريكي يصل في واحد من شيرتنا قالوا فين وصلتوا في التطور قالوا لا احنا ماشيين ونوخروا وانتوما قالوا احنا وصلنا نصلحوا القمر الاصطناعي في الفضاء قال له السيد هذا قالوا للدرجة هذه التورني في ستويل واحد سكران ومتكيف يلقى حريقة في الدار امشي يجري خرج خمسة عبيد بالسيف من الدار ومن بعد شد الحبس علاش اللي خرجهم طلعوا جماعة الحماية واحد بزطل قدام التلفزة يتفرج ويعيط أوري بيبيم أوري بيبيم أوري بيبيم سألته مرته شنو تتفرج في فيلم رعب قال لا لا كاسات فيديو متاع عرسنا حلو حلو تلميذ غمز المعلمة متاعه يا اخي تغشت وقالت له اسمعني غدوة تجيب امك قال لها شبيك كنيستي مزروبة على العرس اي مرة واحد روح بالخدمة سيدي يلقى الدار تشعل شعلت فيها النار اه سيدي تخل يجري فهمتي ولا جاب بنته عاود طلع الفوق رجع جاب البنت الاخرى طلع الفوق جاب مرته معاه ورجع المرة الرابعة جيدة فارغة رجع المرة الخامسة جيد وفارغة خي الناس قالوا له خي تطلع وتجي فاضي شبيك قال لهم لا لا نقلب في حماتي يعطيكم الصحة اخر واحدة يا سعد واحد واحد يحكي بخشمه طاح في بير بالصدفة متعدي واحد يحكي زاده خشمه كيفه زاده قالوا خويا نطنعك قالوا ايه برسمك طنعني قالوا صارت عاير فيا والله لا طنعت يعطيك الصحة سعدي وي سوفيين يلا شوي